اللي عم يصير؟ شوفي شو بدكم؟ بدك تيجي معنا؟ مين انتو؟ لا تخلينا نستخدم القوة. لك شوفي شو عملت لكم؟ عامل لك يلا اطلعي لشوف. لك انتو مين؟ شو عملت لكم؟ سمعت انه في عفن ازرق بحقل القطن. انا رايح لهنيك. اعطي خبر للوحده الارشاديه. خليهم يبعثوا حدا يشوفه. اذا الخبر صحيح لازم نعجل والا بتصيبنا بلوي. ها لك لوين عطيني؟ اسكتي وحاجه تعطلينا. لك شو صاير؟ شو عملت لكم؟ يلا اركبي. يلا سيارة بقى. خطف. عملكن هاي عملية خطف بني آدم. تعرفوا انه عقوبة الخطف بتعادل عقوبة القتل؟ لوين اخديني؟ رجال مين انتوا؟ اه مين اللي بعدكن؟ رجاء آغا؟ لك احكوا ليش ساكتين؟ شو بكن؟ سكتوا لك حاجة تصرخي. هون مو اسطنبول تبعي. سليمة لكن شلخت لها هناك تشليخ. رشت عينك. وقف السيارة. وقف السيارة. هلا وقته غاد. قلت لك وقف. نزل المسدس. هذا ابن رجاء آغا. تفضل مراد آغا. في شي؟ اي في. تركها للست آغا بلا ما تتدخل انت. بما انك عرفتني نفس كلامي. او امرنا بناخدها من عكاش ومن رجع آغا. نزلوا سلاحكم لشوف. تركوا الست بحالها. اللي عم تعمله غلط. ست حلقك. اللي له شي يجي يحاسبني انا. قلتلكم نزلوا سلاحكم. تفضلي اطلعي سلاحتي. إن شاء الله عجبك. منيح منيح. ألو. تعسرت يا آغا. شو يعني؟ وقت أخذنا المرة وإجينا ما شفنا غير ابن الآغا طلع بوشنا. وراد؟ وبعدين؟ أخذ المرة منا وبعدها قلعنا. ولك الله يبعث لكم البلا. خير شو الأخبار؟ مراد قطع طريقهم بسيارته وخلصها لقليب. يضرب ما أغلطه. لا تطلعي فيني هيك. ليش انزعجت؟ ايه انزعجت. ليش؟ من نظرتك عم تقدح نار. كنت عم فكر. بشو؟ كيف بدك تبرر لأبوك بس ترجع؟ اكيد صعبة عليك. عطول صعبة. يمكن انت ماشي بالطريق الغلط. ما بدي احكي بالموضوع. طيب ليش؟ يعني وقفتك بوش أبوك وطلعتك بوش هدول المسلحين منشان تخلصني كتير ملاقيها سهلة على أبوك؟ أنا صار لي زمان على الآن معه بهيك مشاكل. من زمان كتير. أنا شكرتك شي؟ شكراً إلك. السلامة.
تأخري شوي، لا تخليه يفوتها. يلا ولا مرة شفتك؟ صار يومين جاي. منين جاي؟ من لندن. من لندن؟ مين انت؟ بابا اسمه مراد، جدي اسمه رجع، تعرفه؟ نلع. ليش بعرف العب؟ عامل لك نلع. محمود شوفي خليه يلعب، ما لنا شغل معه. محمود اول ما اجينا كنا كمان مثله، ما بتتذكر؟ هو ما له ذنب. ماشي بيلعب. شو اسمك؟ جان. وانا مجد، وهذا محمود، انت فريقنا. أوكي. ناقصنا واحد. افر بيني قربتي.